أهلا بكم في قناتنا، قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. شاهد ماذا فعلت والدة السعودية الجهرة الفدا عندما أرادت ابنتها الظهور بالمكياج. أثارت مشهورة سناب شات السعودية الجهرة الفدا جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت حوارا بينها وبين والدتها التي منعتها من إظهار وجهها لمتابعيها. وقالت الجهرة الفدا بالفيديو الذي نشرته عبر سناب شات ورصدته مواقع التواصل الاجتماعي: أنا الآن وضعت مكياجا جميلا وسأظهر وجهي لأعلمكم كيف وضعته بالخطوات التفصيلية. لترد عليها والدتها وتهددها قائلة: إن أخرجت وجهك عبر سناب شات سأحضر ساتورة وأضربك بها، والله سأفعلها. وتبعت والدتها توبيخها: ضع المكياج في منزلك بين صديقاتك بين عائلتك. الفتاة التي تضع مكياجا في سناب شات كأنها تعرض مؤخرتها، ما تفعلونه عيب. هناك رجالا يرونها ولا يستحقون أن يرونها. وعادت الجوهرة الفتاة تتوسل والدتها وتحاول إقناعها وقالت: سأظهر وجهي مرة واحدة فقط أرجوك، متى ستصبح عقليتك منفتحة؟ أريد أن أعلمهم. ولكن والدتها تمسكت برأيها وقالت: يعرفون جيدا كيف يضعون المكياج، وإذا وضعت لي حذر ونشرت لدي ناس تعرف حساباتك سأوصيهم. وبدأت والدتها بالدعاء للفتيات اللواتي رأتهن يضعن المكياج ويستعرضن أجسادهن عبر سناب شات بالهداية، مؤكدة أنهن تحت تأثير الشيطان. ودشن المغردون هاشتاك أقوى مقطع لأم الجهرة الفدا، والذي أشادوا خلاله بكلام والدة الجهرة وعبروا عن سعادتهم بأنه لا يزال هناك من يتمسك بأخلاق الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المملكة التي تغيرت كثيرا منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم. لكم وقدام أمي أنا الآن مسوي ميك اب حلو وبطلع وجهي وبعلمكم شلون سويته بالخطوات الحلوة. أوكي بنات؟ اوكي مامي. انسانه جيت بالساطوره وانت تحطينه وهجدس، والله العظيم لهجدس بالساطوره، حلفت. ويصير يا ماما لازم تصير الاوبن مايند. كيفت حطي ميك اب في بيتك، حطي عند صديقاتك، حطي في قاف. هذول صديقاتي لازم اقلب وريم كيف سويتي لك كحله الروج. اللي تحط مكياج في في في, في السناب كانها مطلعت مكوته حلو. ايه اللي تحس عيب عيب، هذا رجل يشوف، هذا واحد ما يستاهل يشوف، هذه حرمة تشني، هذه حرمة تدعي، هذه حرمة انتك وتحمد. الحمد لله ولك الشكر. طيب اسمعي، يعني بس بطلع اسمعي مرة واحدة. لا تخسع مرة واحدة بتحب علم كيف يحطوا مكياج ما يعرفون. لا يعرفون، يعرفون الكفت. انا بعطيك بلوك وبطلع وجهي. تعطيني بلوك؟ ايه لناس اني ناظرون جوالك اوصيلهم. ايه اعطيني بلوك، اعطيني بلوك، تحسبني هكتر شيمة ولا خبيلة ولا ايه سنايدية انتي يا ابو قاسم. انا ما اجي البنات يحطون المكياج. الله يهدي شباب المسلمين واجعل اللي شفته ربي يهديها. والله ونعم باللي شفته تزين المكياج في, في, في السناب. ايش معنى هي ونعم؟ ونعم ونعم بنت حمولة من الشيطان ملعبن عليها. مسكين الشيطان في كل شيء داخل. لا داخل، اللي قالت تحط المكياج في السناب هذه لعبن عليها الشيطان. افيدهم افيدهم معلومات حلوة. لا تفيدينهم، غنيين عن في دانس، غنيين عن في دانس، وانت لا تنكشر.